عندي بشكل صورة. صورة هو عبارة عن شخص ذكر وأنثى. هذا الذكر اسمه قابيل وأخته، قابيل وأخته، وأيضا كمان عندنا هابيل وأخته. تمام، مين بيحكي لنا عن قصة قابيل أتكابي. وهابيل؟ مين بيحكي لنا برفع اليد؟ أنت شو؟ مين بيحكي لنا عن قصة قابيل وهابيل لما حواء أنجبت هابيل وأخته؟ فالله سبحانه وتعالى طلب من آدم وحواء إنه يصير تزاوج بين الأخ والأخت، تمام، حتى تشكل تمام. قبائل وشعوب. تمام، في هي الحالة إنه قابيل رح ياخد أخته لهابيل، تمام، قابيل رح ياخد أخته لهابيل، وهابيل بده ياخد أخته لقابيل. تفضلي يا إسراء. أنت بدي أرفع إيدي بس ما طلعت عندي علامة رفع اليد، لهيك حكيت قاطعتك. بعتذر. ولا أنت. تفضلي. طيب، تحبي تشاركي معنا يعني إنه بدك تكفي لنا أو تحبي تحكي لنا أنت ليش لا؟ تفضلي. ما في خاصية رفع اليد؟ نعم، نعم يمنى. ما بتطلع خاصية رفع اليد. تمام. أنت تروح ولا عندي. ما تطلع. أنسي ولا عندي. أنسي ولا عندي كمان ماي زهرة. وأنا كمان ماي عندي. لا، الصورة ظاهرة عندي أنا. الصورة ظاهرة بس إنه خاصية رفع اليد ما في، ماي موجودة عندي. طيب، بجوز بيكون فيها. ولا طيب، إذا إسراء تحبي يعني تشاركي معنا بالحديث، تفضلي. إيه أنسي. تفضلي إسراء. أنا بعرف إنه قابيل قتل أخوه هابيل. إيه، ليش قتلوا؟ أنا بعرف. تفضلي. أنا بجاوب. يعني يلا، كل واحد يعني بده يعطينا إنه رأي. تفضل يا محمد، جاوبنا وبعده فاطمة طه. تفضل محمد الشيخ. لأن قابيل بده يتجوز أخته لهابيل اللي كانوا بده يتجوزوا، تقاتلوا عن الثانية عليها. تماما. إذا لا، هابيل هو ما يتقاتل عليها، بس هو أمر من الله سبحانه وتعالى إنه كل واحد بياخذ أخت الثاني، بده ياخذ أخت الثاني، صح؟ تفضلي فاطمة، كمان بدك تعطينا رأي. نعم، أسف. رب العالمين أمرهم إنه كل واحد يتزوج أخت الثاني، فكانت أخت هابيل أجمل من أخت قابيل، يمكن لهذا السبب كان قتل صار بيناتهم. تماماً، لهيك كان أنا شوي قابيل بده أخته لأخته قابيل، ما بدي أعطيها لهابيل، وهو كان أمر من الله سبحانه وتعالى إنه قابيل بدي ياخذ أخت هابيل، وهابيل رح ياخذ أخت قابيل. هيك الأمر. تمام؟ تمام. عن طريق الغراب. يمكن أنسي سبحان الله كانت قصة قتل قابيل وهابيل، أنسي يمكن كانت حكمة من الله عز وجل حتى الواحد يعني ما يتسرع بالقتل، ويمكن كانت كمان سبب إنه نعرف كيفية الدفن للإنسان وقت لأن إجى الغراب. وقت شفتي أنسي كمان الله بيقص الغرابين بيتقتلوا، فواحد بيقتل الثاني، فبتلاقي الغراب يقعد بيحفر القبر وبيعلمه لقابيل طريقة الدفن. تماما، بالضبط. لما قابيل لما قتل أخو لهابيل فشالوا لهابيل، وظل يمشي فيه يمشي يمشي، يعني ما عرفوا أنه بدي يحط يخبيه من عن أبوه، أبو آدم. فلما قعد ويأس من هاي الحالة فلاحظ أنه غرابين عم يتقاتلوا، فغراب قتل غراب آخر، وبعدين جاء الغراب لما ظل حي دفن أخو الغراب الثاني، تعلم الطريقة، فلاحظ إنه كيف فقبر قابيل. شكرا لكم لمشاركتكم معنا، وطبعا إحنا يعني قصتنا كانت حلوة، إنه قابيل وهابيل، قابيل راح يتزوج هابيل، وأيضا هابيل تزوج أخت قابيل، فتشكلت عندي تماما مثل المعادلة، مثل المعادلة، تمام؟ مثل المعادلة، هو تماما بالضبط، إنه رح يكون إحنا درسنا اليوم هو التبادل الثنائي أو التبادل المزدوج على هذا النمط، على هذا النمط، تمام؟ إذا التبادل الثنائي أو المزدوج هو تتبادل أيونات مركبين فيما بينهما لتكوين مركبين جديدين. أحدهما راسب أو غاز أو ضعيف الثبات، أحدهما راسب أو غاز أو ضعيف الثبات. ضعيف الثبات يعني مثلا ممكن يكون حمض ضعيف، إنه ما بيضل ثابت، حمض
هم ضعيفي بعض الخمود الضعيفي تتفكك، لا تبقى ثابتة مثل ما هي. تمام؟ تماما. إذن سنتابع كيف تتبادل الأيونات المركبين فيما بينها لتكوين مركبين آخرين. لدينا المركب، المركب طبعا دوما بيحوي على شحنة موجبة وشحنة سالبة، أيون موجب وأيون سالب. تمام؟ مركب رح يتفاعل مع مركب آخر، المركب الآخر أيضا مكون من أيون موجب وأيون سالب، أيون موجب وأيون سالب. شكلت عندي كمعادلة كيميائية، كيف يتم التبادل؟ إذن هذه هي معادلة التبادل الثنائي. كيف معرفت أن التبادل الثنائي؟ تبادل الثنائي يكون بين مركب ومركب، مركب ومركب، بينما تبادل الأحادي بين عنصر ومركب. تمام؟ عنصر مركب. التمييز بين التبادل الأحادي والتبادل الثنائي، فبدي يكون أنا عندي عنصر مركب فمعناته هذا التبادل الأحادي، بينما إذا كان عندي مركب ومركب فهذا التبادل الثنائي، التبادل الثنائي أو التبادل المزدوج. تمام؟ تمام. تمام. إذا التبادل رح يتم بين أيونات المركبين، أيونات المركبين كيف يعني؟ مثلا عندي أيون الموجب في المركب الأول اللي هو رح نبدأ فيه من اليسار، والمركب الثاني اللي هو بجنبه على اليمين، يتم التبادل بين مركب بين عنصر أيون موجب من المركب الأول مع عنصر آخر من المركب الثاني اللي بيكون أيونه سالب، أيونه سالب موجب مع سالب بتشكل عندي مركب موجب وسالب. أيضا التبادل الثاني اللي هو رح يتم بين الأيون الموجب من المركب الثاني مع الأيون السالب من المركب الأول، أيون السالب مع المركب الأول، مثل ما لاحظنا أنه قصة قابيل وهابيل، لما قابيل أخذ أخت هابيل وهابيل أخذ أخت قابيل، هذا كمان رح يصير عند التبادل المزدوج، أنه الأيون الموجب رح ياخذ الأيون السالب المركب الثاني، والأيون الموجب المركب الثاني رح ياخذ الأيون السالب بالمركب الأول. تمام؟ تمام هون ولا برجع بعيد؟ تمام. فبالبداية لما تفاعل مركب فتلاحظ أن المركب تفاعل مع مركب آخر مختلفين، رح ينتج عندي أيضا مركبين مختلفين غير المركبين اللي كانوا بالمواد المتفاعلة، رح ينتج عندي مركبين مختلفين غير المركبين في المواد المتفاعلة. في هذه الحالة أنه التبادل الثنائي، برجع بعيد، التبادل الثنائي اللون الزهر الأيون الموجب مع اللون الزهر بالأيون السالب شكل عندي مركب موجب سالب اللي هو صار عندي مركب آخر باللون الزهر. أيضا المركب الأيون الموجب باللون الأزرق مع المركب الأيون السالب باللون الأزرق شكل عندي مركب اللي هو واحد باللون الأزرق. تمام؟ هذا التبادل الثنائي. فينا احنا نقولها مثلا بالعامية، نقول البعيد في البعيد والقريب في القريب، البعيد في البعيد والقريب في القريب، ولكن عند ترتيب المعادلة، عند ترتيب المعادلة. تمام؟ لما نبادل بين عنصر وعنصر آخر من مركب، فأولا ببدأ من اليسار، اليسار اللي بيكونوا أيونه موجب. تمام؟ المركب الأول اللي بيكونوا أيونه موجب، بعدين المركب باخذ العنصر اللي أيون سالب من المركب الآخر موجب سالب، موجب سالب. تمام؟ برجع باخذ المركب الثاني اللي هو بيكونه عنصر من الأيون الموجب، عنصر أيون موجب مع العنصر من الأيون السالب بالمركب الأول، مثل كأن أنا عم برسم دائرة. تمام؟ مثل كأن عم برسم أنا دائرة بهذا الشكل، مو أنه مثلا ببدأ من اليسار بنتقل عند اليمين آخر عنصر، برجع ببدأ من اليسار مركب الأول باخده العنصر الثاني من المركب الثاني، ببدأ أول عنصر برجع بعيد كمان، أول عنصر من المركب الأول مع العنصر الثاني من المركب الثاني، ثم العنصر الأول من المركب الثاني مع العنصر من المركب الأول. تمام؟ تمام. تمام؟
سؤال. اتفضل يا محمد. تعرفي. تفضل محمد. اتغير سؤال. بداية السؤال. لقد حكي كل ياتب تبادل ثنائي مو هيك؟ نعم تبادل ثنائي تماما. فاطمة طه حكيتي عندك سؤال؟ لا أسف عم أقول لك الله يجزيك الخير البداية كأنها كتير سهلة. وياكم هو سهل التبادل الثنائي جدا. أنا ما بده كل هاللبكي مثل التبادل الأحادي. والتبادل الأحادي بس إذا كنا حافظين سلسلة النشاط الكيميائي يسهل علينا، يعني ما بيصير علينا كل هالصعوبة. نقارن بين العنصر الأكثر نشاطا بين العنصر الأقل نشاطا، بس هي إنه وظيفة التبادل الأحادي هي شغلتها بس.